الأقل امبارح إذا صار في حكي بمسألة التمديد لرئيس أركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم؟ لا أعتقد أنه هيدا بيكون موضوع اللقاء. اللقاء قلت لك شو بس أنه بيمرق فيه ممكن. لا أعتقد أنه هيدا الأمر من ضمن المطروح. طب اليوم في كلام بالسياسة سيزار عن أنه أنتم فريق سياسي محاصر بمعنى أنه علاقاتكم السياسية مع القوى المختلفة ليست جيدة. مع وليد جملاط علاقة جدا يعني متشنجة كانت، والتصريحات خير دليل على ذلك. العلاقة مع الرئيس بري ليست جيدة، وآخر لقاء معه للرئيس بري عمل مشكل كمان مع الرئيس بري ومع حزب الله، واعتبره كثيرون أنه محاولة للالتفاف على الحزب من خلال الذهاب إلى الرئيس بري وتقديم له هيدي يعني ورقة الأولويات تبعيتكم والخطة تبعيتكم. علاقتكم مع القوات اللبنانية رافضة أنه تحكي معكم، علاقتكم مع كل القوى يعني ليست جيدة. كان في حزب الله، اليوم العلاقة مع حزب الله انفجرت من بعد مجلس الوزراء الأخير. من هم من قرأ في هذه المحاولات التي تقومون بها من خلال لقاءاتكم مع قوى أخرى أنه فك للعزلة، أنه إرسال رسالة إلى الحزب بأنه نحن مش بس أنت ممكن تكون حليفنا، أنه نحن فينا نحكي مع الكل. شو رأيك؟ في ثلاث نقط بس باللي حكيتيهم حتى. تفضل. أكيد رح ناقش بموضوع العزل اللي عم تحكي عنها، بس قصة إن قدمنا ورقة الأولويات الرئيسية إلى الرئيس بري هي التفاف على حزب الله مش صحيح. نحن قدمنا ورقة الأولويات الرئيسية إلى كل الكتل أني لا عم بحكي عن اللقاء الأخير مش بس ورقة الأولويات. اللقاء الأخير يلي رحتوا بوقتها راح الوزير جبران باسيل مش عن لا لا نحن الأولويات. نحن التواصل مع القوى السياسية نحن موجودين بمجلس النواب. التواصل هو يومي، وفي النواب يلي ناشطين باللجان وبالعمل النيابي بيعرفوا انه عم نتلاقى كلنا سوا وكل يوم، وفي مواضيع كتير بنحكي فيها، ومجلس النواب محل للكلام السياسي كل يوم. بقى هذا امر مش صحيح بالاول وبالاخير انه هنالك محاولة التفاف على حزب الله. نحن منتعاطى مع كل علاقتنا بحزب الله منا حصرية، ولا تمنع عنا التعاطي مع أي من الأفرقاء اللبنانيين، ولو كانت هيك كانت فرطت من زمان. فبالتالي هذه مش طبيعة التيار الوطني الحر أنه يكون عليه قيود بأي اتجاه لما بكون شايف أنه في مصلحة للبلد فيها. هذا نمر واحد. نمر اثنين، العزلة بالخصومات اللي صايرة. ايه نحن المنظومة الطايف رفضتنا من اول نهار، ما في شيء تغير لا عزلي ولا مش عزلي. موضوع موقفنا من منظومة الطايف وموقف المنظومة منا بكل بروكسيز تبعه والمكونات واللي بيتحولوا وبيعملوا حالهم المتحورين السياسيين وكل هالخبرية، الموقف على طول نحن في نحن والمنظومة بس هذا موسمي. لا نحن والمنظومة يعني قصدي موقفكم من المنظومة وموقف المنظومة منكم موسمي، يعني احيانا بتكونوا منيح احيانا مش لا ما هون كمان تبسيط للوضع. نحن ايه لما حدا بيربح بالانتخابات النيابية في شعب نقي انا بجرب ارجع احكي معه الى ان هو يخربها. مش هون الموضوع منه مرة تانية برجع بعيدة عود عبدء اللي بلشنا فيه. القاعدة هي نتواصل مع اللبنانيين، وبتواصل معهم على قاعدة التكليف الشعبي اللي أخدوه. منيح؟ أنت لما بيجي في لبنانيين بيختاروك تتمثليهم، أنا ما عندي عداء مبدئي وأبدي أو خصومة مبدئية وأبدية مع أي من اللبنانيين. نعم. بالآخر على طول واجباتي ضلني حاول أقدر أتفق أنا وياه على قاعدة مشتركة، أرضية مشتركة، تنقدر نعمل شيء للبلد. فبالتالي وضعنا نحن والمنظومة، كل ما المنظومة تتشدد بدها تخلي القديم عقدمه يلي وصلنا لحل ما وصلنا فيه، النظام المالي والنظام المالي السياسي اللي ركب بالتسعين وبعده بده يجرب نحن هونيك بنصطدم معهم. أما بموضوع العزلة، طيب السؤال ليش الخارج يلي حطتهم بجيبته سياديين انتر جيمي معتبرين حالهم سياديين حطتهم بجيبته ما بيحكي معهم إلهم بالحلول؟ ليش اليوم نحن المحاصرين ونحن اللي صايرين سنتر يعني مركز الحركه كلها
كيف العزل، لكن روحوا اعملوا لا قصدي العلاقه بينكم، لا العلاقه بينكم يعني بس لحتى يعني في كثير اشياء بعد بدي احكيك فيها، انه العلاقه بينكم وبين كل القوى السياسيه هي سيئه، ما عندكم تحالفات، عندكم حلف مع حزب الله، اليوم حتى الحلف مع حزب الله مع حزب الله بس ما بقى لا كمان إيه؟ حسب ما تقول مع حزب الله هنالك حصل اشكال مشكل معروف شو هو، موضوع اجتماع الحكومه الغير دستوري غير مسائي يضرب الشراكه يضرب كل الاتفاقات أوكي. الوطنيه نعرف هيدا الامر الموقف. نحن مصرين على تصحيحه أوكي. هيدا لا الموضوع صدر عنه مش موقف بس إيه إيه؟ مش انه عملوا اجتماع هيدا الاجتماع صدر عنه قرارات طيب. صدر عنه مراسيم وحتى اليوم حزب الله رافض انه يعني مطلبكم يعني رافض انه القرارات بتضل موجوده هيدا بيرشح وحتى حزب الله اليوم ما عنده مشكل يصير في مجلس وزارات هيدا الامر بيرشح انه المشكل يتفاقم 100% مش عم انا اللي عم اقوله انطلاقا من هون هل تحاولون القول لحزب الله بانه نحن عنا فينا نعمل الحركه السياسيه بانه رئيس الجمهوريه الماروني مش بالضروره يمر عبركم بس وانه اليوم هيدي لحظه نعم. اول شيء الحركه السياسيه مش بحاجه تخبروني لان احنا عندنا اياها بنعملها طيب. ولا مره كان عندنا اي قيد بالحركه السياسيه المساله الرئيس الماروني لما حزب الله بيقدر انه في او بده او بيختار بيقدر يختار نعم. انه يروح يختار الرئيس الماروني بغض النظر عن المسيحيين شو رأيهم هني أكيد هو بيكون كمان عم يفتح مشكل تاني بس أنا لا أعتقد أنه حزب الله بهيدا الاتجاه ولا أعتقد أنه هو لا يزال يتمسك بسليمان فرنجية أنتوا رافضينه أعلن هلأ لا بس أوكي. هلأ بس يعلن هلأ لا الاجتماع أعلن اللي صار مبارح ولا حزب الله أعلن أنه بده سليمان فرنجية نفس الشيء حزب الله أنا كنت كمان بالوفد اللي راح عن حزب الله تن نسلم ورقة الأولويات الرئيسية وما سمعت من الوفد المقابل اللي أنت عم تيجي اليوم ما قالوا لكم أنه هن متمسكين بسليمان فرنجية لا أنا عم لبسهم أو ما توخذيني على المفردة عم تجربي تصوري بس أنا مش عم صور شيء هن حزب الله متمسكين بسليمان فرنجية الثنائي يعني حزب الله وحركة أمل